صحة وعافية، كلوا واشبعوا منيح. حطينا ليرات ذهب بالرز لشوف لمين بدهم يطلعوا. عن جد وينهم؟ لسه في كمان حلويات، الله يديم هالنعمة على الكل. شكرا كتير يا سلطانة، يسلموا ايديكي. شكرا كتير سلطانة هيام. يي ليكي شوفي، طلعت لي ليرة ذهب بالرز. وأنا كمان. نورهان جيبي محمد لهون. محمد عند الأستاذ بالدرس مع مصطفى، قال حب يشوف أخوه، بعد شوي بيجيبه. نورهان تعي خدي محمد. انتي ليش جايبة ابني محمد؟ رحت جبته لمصطفى من الدرس، قلت بجيبه لمحمد بطريقي. ماما هي المرة عيطت علي. هي آخر مرة تتجرئي وبتقربي من ابني محمد يا كوثر، وبدك تقولي له أمير وتحترميه كمان، وإلا حتندمي. بس أنا شغلي هون إنه أهتم بابن السلطان الأمير مصطفى. ليش مين أنت حتى تفرقي بين الأمراء؟ مو من حقك إنك تعلي صوتك عليه. هيام خانم. مو خانم، أنا سلطانة. نقلعي من وشي. وشك يلي مثل وش الفارة أنا ما بقى بدي أشوف. روحي قبل ما أدعس على دنبك. اركدي. ما عم تسمعي يا فارة؟ طلعي لفوق. مصطفى؟ أمي، محمد قال لي إنه بده يصير سرطان، صحيح هالحكي؟ هالحكي وين سمعته؟ اليوم هو قال لي. هالحكي مو مزبوط أبداً، أخوك لساته صغير، شو بعرفه بهالأمور؟ قال أمه قالت له هيك، قالت له أنت بدك تصير سلطان. استوعب مني شو بدي أقول. أنت ابن السلطان الكبير، ولأنه أنت الكبير رح تستلم العرش. ابني مصطفى رح يصير سلطان مثل أبوه جده. يلا قوم هلأ روح بدل ثيابك. معقول اللي عم تساويه هيام؟ من هلأ عم تفهمه للولد إنه رح يكون السلطان؟ كوثر؟ صاير معك شي؟ هيام ما بقى فيني شوفها، هي بتعمل اللي بدها إياه ونحن قاعدين ومو طالع بإيدنا إشي يا سلطانة. بوس إيدك اسمح لي. لا ماني قادرة افهمي. رح نستنى، بجوز نكمش عليها شي شغلة. شوفي شو بكي. معدتي عم توجعني شوي مولاتي.
انت دايما متوتره وما عم تاكلي شيء. انت كتير نحفاني. يلا كلي شوربه بتفيدك. محمد اهلين بالبطل تاع. اهلين بالبطل تاع حبيبي تاع تاع تاع. سلطانة إن شاء الله صحة وعافية. هويام بدك شي؟ لا أبداً، أنا بس أجيت شوفك وأطمن عليكي. تفضلي لهون، تعالي قعدي وكلي معنا. مولاي هو اللي ساوى، ومبارح بالليل هدانية التوليب، قال هالوردة بترمز لسلالتكم. مبروك عليك. شكرا مولاتي. سلطانة غلولك نعنع مشامعتك. خير سلطانة؟ مريضة شي؟ معدتها عم توجع شوي. سلامتك، لا تتركي حالك، لازم تشوفك الحكيمة. طيبة حبيبي؟ مو معقول شلون كانت عم بتقول القصة. الهداها البروش الجديد ليصالحها. طولي بالك يا سلطانة. ما عم أفهم شو صاير لمولاي السلطان. شوفي شو عم يعمل مشانا. على الأغلب هي هيام الملعونة عم تسحره. سحرت له قلبه وعقله وخلته ينسى كل الناس اللي حواليه. أكيد بيجي يوم وبيتخلى عنه. تصبحي على خير سلطانة. مولاي السلطان سليمان المعظم. مولاي شرفتني بزيارتك، بس ما كنت متوقع اليوم انك تجي. أنا مو جاهزة مولاي. ما في داعي تتلبكي. نورهان خدي سليم على الجناح الثاني. عدي جنبي. انتي حلوة كيف ما كنتي، كأنه كتير تلبكتي وقت اللي شفتيني. ما ايه والله قلبي حيطلع من صدري عكتر ما دق. دوم دوم تعالي لحظة، كتير حابب اسمع دقات قلبك.
نوران خليكي مستنية على الباب، بلكي مولاي طلب شي. في وحدة عم تستنى جوا، انتي نايميها لمريم وبعدين تعي، أنا حشوف محمد. حتخلي سليم معك نوران؟ مو شايفتي ناية؟ تصبحي على خير حبيبتي، الليلة رح تشوفيني بمنامك. خليك معي، ما بدي شوفك بنومي، بدي اياك بصحوتي. استني لبكرة.
سليم؟ أنت نايمة نورهان؟ ساعدوني مشان الله، تعالوا ساعدوني. وين رحتوا؟ ما في حدا عم يسمعني، حدا يجي يساعدني. كوثر؟ سلطانة؟ شو عم تساوي هون؟ انتو وين كنت؟ لك حدا يجي ساعدني. شو هالصوت؟ لك تعالوا. ما بعرف شو في. مشان الله حدا يرد علي. في شي عم بصير، روحي فورا شوفي شو صاير. يلا تحركي، لساتك واقفة؟ اهدي شوي، اهدي. شوفي شوفي أسماء، ما بعرف شو بعمل. شو صار نينا؟ شو بعمل؟ تحكي أول. احكي يا بنت، احكي شو صار. نقتلت. مين هاي؟ شوفي ما بعرف. قليلي شو صار، قطعتيلي قلبي. نوران شوفي يا بنات، شو هالضجة؟ سنبار ابن السلطان. قتلوها. خلص أسماء، اهدي. أسماء شو صاير معك؟ أسماء ابن السلطان. شو اللي صاير؟ إن شاء الله ما يكون صار له شيء. نورهان، 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 فتحي عيونك نورهان. شو عم بيصير هون؟ نورهان عايشة؟ والله ما بعرف مين المجرم اللي ساوى فيها هيك. قتلوها. سنبول اعمل شي، تحرك بسرعة. تحملي نورهان، تحملي، انا رح ساعدك. شو الموضوع؟ عرفتي شي؟ شو صاير؟ شو هصريخ بالكوريدور؟ نورهان. شبه نورهان؟ لقوها مقتولة. كيف؟ مين عمل هاد الشي؟ ما بعرف يا سلطانة. كوثر بلا لف ودوران، احكي. قالوا لي مقتولة يا سلطانة، والله ما بعرف. قولك انا قصدي مين هو اللي قتلها. انا ما بعرف. بس ما تكوني انت يا كوثر. بعده لك هي نورهان. بعده هيك شو صاير معها؟ نورهان سنبول، شبه نورهان. عجبك يا درة؟ المجرمين كانوا بدهم يقتلوني. بسرعة خلي كل اللي بالأسري فيه. وين سليمان؟ وين السلطانة الأم؟ روحوا فيقوا الكل. يا سلطانة لا تصرخي، اهدي شوي. ما قدروا انهم يقتلوني، قاموا قتلوها لنورهان. أنا ما دخلني والله. لك
ليك إذا مو أنت اللي عملتيها ليش هالقد مرعوبة؟ ما كان قصدي نوران، أنا فكرت وياه اللي نايمة محلها. لك الله لا يوفقك يا مجنونة، أنت شو اللي عملتيها؟ شو جنيتي؟ رح أقتلك يا مجنونة، ليش سويت هيك؟ ليش؟ 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 تحملي نورهان، لا تموتي، رح أنقذك. خلاص وصلنا. ليش؟ 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 ولك يا غبية، أنا كم مرة قلت لك لا تعملي هيك؟ عملت هيك مشانك، عملت هيك مشانك، مشاني؟ ليه أنا انتهيت؟ رح يقطعوا راسي بسببك هلا، لك انت قضيت علي، موتي موتي. يلا قومي من العيون وشي، ما عاد بدي اشوفك ابدا. يلا سلطانة بوس ايدك، رحميني، روحي من وجهي. المجرمين كانوا رح يقتلوني يا فريال، هالدم هاد كان ممكن يكون دمي. سلطانة هيام اهدي، خلينا نروح من هون. يا لطيف سلطانة، هن كان قصدهم يقتلوني إلي أنا يا سلطانة. روقي شوي فريال، احكي لي فورا شو اللي صار. مولاتي أنا كنت بالحمام والسلطانة هيام كانت بجناحها، وأنا وبالحمام سمعت صوت الصراخ واجيت شفت نورهان غرقانة بدمها. مقتولة؟ هيام حاجة بك، خلص اهدي شوي، خدي الولاد وروحي على جناحي فورا. درة انت هلأ روحي شوفي لنا وضع نورهان، وكمان ابعتي حدا لعند ناهي الدوران ومصطفى ليطمنوا عليهم. يلا كوثر طلعي لهون فورا، ما بدي حدا يشوفك بهالحالة، ارجعي. كوثر 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 كوثر، يا حراس يا حراس، كوثر وقعت عن الدرج، خذوها لعند الحكيمة بسرعة. أمرك يا سلطانة، يلا